السلام عليك يا ماحي الذنوب، السلام عليك يا جالي الكروب، صلواتي على النبي والسلام، وهو خير الألم بدر التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام العلا، وكمل السعود بأكرم مولود هوى شرفا وفضلا، وشرف به الآباء والجدود والأبيوده أدلا، حملته أمه آمنة رضي الله عنها فلن تجد لحمله ألما ولا ثقلا، ووأته صلى الله عليه وسلم مختونا مكهولا في خلع الوقار والمهابة مجلا، وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى، بنور كالشمس بل هو أضواء وأجلى، وثار فاق ضر ملؤ الأم بل هو علا وأغلى، وأوصل به ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه ولا الدوام مستعليا لا مستعلا، وذكره على ممر الايام يقرر ويتلى، شرقت لمولد الحنادي شرقا وغربا وورا وسهلا، وخرت لمولد الاصنام من على المجالس خضوعا وذلا، وارتج سيبان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا، وخمدت نار فارس وتبدد ملكهم جمعا وشملا، وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بشهير ربي انقاذ بعد نوره الاعلى، فيا حبذا بدر بذاك الحما يجلى، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية، أنارت به الأكوان شرقا ومغربا، وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية، وألبس ثوب النور عزا ورفعة، فما مثله في خلعة الحسن يستجلى، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية، ولما رآه البدر حرى لحسنه وشهد منه بهجة تسلو بالأقلى، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية، وأطفئ نور الشمس من نور وجهه فلله ما أبهى ولله ما أحلى، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية.
ബരിയതി ആയാ മൗലിദൽ മുഖ്താരി ജദ്ദത ശൗഖനാ ഇലാ ഖൈരി മബ്ഊസി ജലീലിൽ ഹവൽ ഫളല സ്വലാത്തു വതസ്ലീമു വഅസ്കാ തഹിയതി المختار خير البرية وسعدا مقيما بافتخار بمولده له خبر عن حسنه أبدا يطلى صلاة وتسليم وأزكى تحياتي المصطفى المختار في خير البرية سألنا إله العرش يرحمنا به ويغفر لنا ذنبا ويجمع به الشمل صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما صار أحد من نياطي إلى المعلى صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يصطلاء به في الظلمة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قوله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة ودع عذاهم يا محمد أي لا تجازهم عليه وهذا منسوخ بآية القتال وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا ومعنا وكيلا أي حافظا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله تعالى في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 عليه توكلوا تنقلت في أصلا بأرباب سدد كان الشمس في أبراجها تتنقل الله 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 الله
അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹോ, അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹോ, അലൈഹി തവക്കലോ അസ്റത സരിയൻ ഫീ ബുതൂനി തശറഫത് ബിഹംലി അലൈഹി ഫീ ഉമൂരി ഫലം وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم ذل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل وقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشرها بأنها من جميع المخائف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة اللبدية وغرة القمرية والطلحة المحمدية خدخ المخاض واشتد بها آلامه
فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن كما رأينا قط يا وجه السرور سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير غواري أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيب الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصاف المبرد يا رسول الله بردنا يوم النشور يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله ما رأينا الحيس حنت في السرى إلا إليك والغمامة قد أضلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي يا رسول الله عندك الظبي النفور يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله حينما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئته والدمع سائل يا رسول الله
قلت قفلي يا دليل يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني وإلينا أنت للرسل خطاب أنت للمولى شكور يا رسول جميعا لجميع
الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام واللافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتسفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل ولدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامي والوباء القاتل إنك مجيب سامع وأن تصرفنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنذار قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا من دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ില്ല ബിൽഡ് വേറെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ്